153 فيلم من 63 دولة، منهم 35 فيلم بيعرضوا المرة الأولى سواء عالميا أو دوليا، ومعظم الأفلام دي تعرض المرة الأولى في الشرق الأوسط. 80 فيلم أو 90 فيلم بيعرضوا المرة الأولى في الشرق الأوسط غير ال 35 دولة. في تنوع كبير جدا في البرنامج. أنا Film festivals are important because they just keep reminding me and other people that films are special. They're amazing. They're better than sitting at home at your television alone watching some very good films, but it's not the same experience as going into a cinema, sitting with hundreds of people, enjoying an experience together. That's what pulls people together. أنا شايفة المهرجان السنة دي منظم البرمجة بتاعته برمجة شايفة أنها من أقوى ما حصل من سنين في مهرجان القاهرة هناك يعني تعددية في الأفلام وفي نوفلتي في أفلام كتيرة مهمة في العرض طبعاً الأول النهاردة لفيلم مارتن سكورسيزي العرض الأول في الشرق الأوسط ففي أنا شايفة في شغل دي حاجة صراحة بالنسبة لي والشغل ده جاي من المنافسة عشان في مهرجان الجونة عشان في قرطاج وفي مراكش عشان كده لو خسرنا أي مهرجان دي خسارة للمهرجانات الأخرى